واللي هو كمان موجود مع تشامبس اللي كمان موجودين معنا بالفستيفال. كوتش دانييل عمل فرق كتير كبير بمستوى شغل الأرض اللي عنا إياه باللعيبة، خاصة لما عم نحكي برازيليان جوجيتسو ورسلينج فور ام ام اي، اللي بنوجه له كمان كل تحية. شوفي إلها فروع هالرياضة، يعني هالمارشال ارتس، يعني جوجيتسو برازيليان جوجيتسو والجودو والكونغ فو وغيرها. شفت كل هون بيجتمعوا بالمالتنج بوت تاعيتهم اللي هي الام ام اي. اليوم انت بتجي من اي باك، حتى الايكيدو بتجي انت من اي مارشال ارتس باك جراوند بدك اياه، بيرفكت، بس يو هاف تو نو هاو تو ديفند يور سيلف على الواقف على الارض، ما تكون انت خصم سهل، لا، فيك تجي من اي باك جراوند بدك اياه، بس بدك تعرف البيسكس كيف تحمي حالك. حلو، وبعتقد الشبيبي رح يفرجونا اكثر من البيسكس. اجت الام ام اي عملت الخلطه الكبيره، فتوش اللعبه. ايه بالضبط، فتوش هلا على الطريقه اللبنانيه. كل شيء على الطريقه اللبنانيه. جمعت كل هالمارشال ارتس مع بعض وحطيتهم بلعبه واحده، مشان هيك اخذت هالشعبيه الكبيره، وبطريقه مختلفه كمان بكيج. 100% مش برينج، باوكتاغون، ما بيقدر يوقع الواحد منه ولا بيقدر يتشقلب. اوكي بلغ، كنا عم نحكي انتبهوا من الارض، هاي شغل الارض، هاي شغل الرسلينج. ممنوع لكمات على الوجه ابدا ابدا. وعندنا راوند 1 اربع دقائق. وانا بصراحه هاي الجيمات اللي بحب احضرها اكثر، لانه هون بتشوف فنيه اكثر، بتشوف تكنيك اكثر، اكثر من انه عم بتشوف اثنين عم بفوتوا ببعض. هون لاحظ هلا بدنا نشوف نحن. اذا قدر يتمسك فيه مزبوط على الارض رح تكون كثير صعبه. اوه بتصور صارت صعبه. بدنا شوي يقدر ينفذ اللي معلمه اياه كوتشو واللي عم يتمرن عليه. سريعا عقيل، يعني ثبتوا بالارض. هيدي رسلينج مثل ما انتبهت ساندرا، كيف قبل شوي ساندرا قدرت تتمكن من خصمها. هيدا شغل الرسلينج، شغل الجرابلينج كثير اساسي، منه شيء يستخف فيه نهائيا، هو اللي بيعمل الفرق، كل الفرق بالرياضه الايطاليه. شو مهم واحد يكون قوي على الارض بالام ام اي. حسم يعني بنسبه كثير عاليه بصير على الارض دائما. صح نشوف القرار الحكم كمان هون اذا راح يخلي اللاعبين بهيدي البوزيشن. هلا اذا ما شافهم عم بيقاتلوا بيطلب منهم تو فايت. صح بس هون عم نشوف شويه، عم نشوف اولويه لايل. اوكي راح يقدر ينسحب منها روي، يوقف تمام. شو صار بالضبط؟ عم بيطالب هون انه كيف حط ايده على وجهه راس اللكمة، بس ما كانت لكمة، ثبته. شو كيف بيقول له انتبه ما بيعلى صوتك، ممنوع هيدي الحركات، ممنوع نحن عم يصير في هيدي. سو ليتس سي فايت. يلا روي ركز بالجيم شوي. بيرجع هون عقيل لو كيكس سريعه، دفاع. اوكي هلا عم بيحاول كان روي يعمل هو تيك داون. اوكي كثير اساسي استاذ جورج ما يضل بس عم يشتغل عن حماس اللاعب، بدها تضل دينته عند الكوتش. صح، لانه الكوتش بيصير بيشوف الامور اللي هو ما عم بيشوفها وبيوجهه، وبيقدر ياخده بكل معنى الكلام، بيقدر ياخده عن مصر لو هو كان بمطارح ضيقه كثير ويا ما صايره، وشايفينها سوا قبل. بيكون بان ستيكي سيتويشن، بيسمع مضبوط لكوتشه، بينفذ صح، بيوصل للي بده اياه. كيف رح تخلص هالمواجهة بين روي وعقيل؟ كمان عقيل مرة جديدة عم بيعمل تيك داون ويثبته لروي على زاوية الكيج. وعقيل يعني عم تلاحظ اثنيناتهم فيهم وزن، بس عقيل أوزن. ايه اوزن من الواضح، بس عقيل يعني اوكي. عقيل عنده شغله اللي بيتعلمه بصفه واللي بيسمعه من كوتشو بضل متأيد فيه. بدنا من روي نفس الامر، ومثاقبه هلا انه روي قريب من زاويته وكوتشو واقف حد منه، بقى المفروض يكون عم يسمع مزبوط للتعليمات اللي عم يعطيها. ما المفروض الواحد يضل عم بده يعمل هو اللي براسه. بالضبط بلشنا كمان حكم تارك الامور لنشوف اذا حيقدر يفك منها. خلصت الجوله، رح نتابع بس جوله اولى للصغار.
يعني هلا لازم نشوف النتيجه اكيد. يعني عائل قدم مستوى عالي الحقيقه. عائل ولا روي؟ اي ثينك عائل. بدنا نشوف قرار الحكم. عائل زمان اذا الفايز بهيدي المواجهه.